لا تنم على غل، ولا تصبح على شهوة، ولا تسعى إلى طمع، ولا تسابق إلى سلطة، وإنما اجعل همك الخير والبر والحق والصدق والمروءة والمعونة قاصدا وجه ربك على الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، فيلسوف وطبيب وكاتب مصري، ألف 89 كتاب، منها الكتب الدينية والعلمية والفلسفية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى مسرحيات وقصص وحكايات. بيتميز أسلوبه بالعمق والبساطة والجاذبية. قدم الدكتور مصطفى محمود أكتر من 400 حلقة من البرنامج التلفزيوني الشهير العلم والإيمان. ولد الدكتور مصطفى محمود يوم 27 ديسمبر من العام 1921 بشبين الكوم، وتوفى الدكتور مصطفى محمود يوم 31 أكتوبر من العام 2009 بالجيزة. للدكتور مصطفى محمود أقوال مأثورة، هنورد بعض منها في فيديو النهاردة. لن تكون متدينا إلا بالعلم، فالله لا يعبد بالجهل. افتحوا النوافذ وجددوا هواء الفكر الذي رقد. إن الكسب الرخيص يأتي ومعه وسائل القضاء عليه. البواطن التي نجاهد في إخفائها هي حقائقنا، وليس ما نرتدي من ثياب أو ما نقول من تصريحات. أسرار الفشل والتوفيق عند الله، وليس كل فشل نقمة. يغير الناس وجوههم كل يوم، فلا تبحث عن قيمتك فيها. السعادة ليست في المال أو القوة أو السلطة، بل فيما نفعله بالمال والقوة والسلطة. قيمة الإنسان فيما يضيفه منذ ولادته وحتى وفاته. ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فكثيرون ما زالوا يبحثون عن وظيفة. ابدأ بنفسك وأصلح ذاتك، بدلا من الجلوس على كرسي الفتاوى واتهام الآخرين. الحكيم من أدرك أن كل ما يصيبه تابع للمشيئة الإلهية، فأراح نفسه من البكاء على ما فات والقلق على ما هو آت. ليس عيبا أن نكون فقراء، لكنها جريمة أن نصبح متخلفين. ابتسم لأنك أنت هو أنت، وغيرك يتمنى أن يكون أنت. لا تنم على غل، ولا تصبح على شهوة، ولا تسعى إلى طمع، ولا تسابق إلى سلطة، وإنما اجعل همك الخير والبر والحق والصدق والمروءة والمعونة قاصدا وجه ربك على الدوام. العالم أصبح مسرحا مجنونا يهرول فيه الجميع في اتجاه واحد نحو القوة المادية. أيها السادة، اخلعوا الأقنعة. ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء، وجوع بلا شبع، وتعب بلا راحة، وحطب يأكل نفسه، وهي بدون إيمان خواء وخراب وظلمة وثيه وسعي في لا شيء. الأمة العربية ستصبح بعد 20 عاما ورودا على الشجر إن لم يكن العلم سلاحه. يظهر الإنسان على حقيقته حينما يحرم مما يحب ويحمل على ما يكره. جرب ألا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشائم، وسوف تلمس النتيجة بنفسك، وهي أن تشفى من أمراضك بالفعل. ليسأل كل منا قلبه في ساعة خلوة، وسوف يدله على كل شيء، فقد أوضع الله فيه تلك البصلة التي لا تخطئ. تحقيق الراحة والإطمئنان والسعادة يتأتى بالانسجام بين الإنسان وعواطفه الفكرية وأفعاله وظروفه.
إذا فكرت في المتاعب أسرعت إليك المتاعب، إذا فكرت في اللذات أسرعت إليك اللذات. كالتنويم المغناطيسي تقول أنا نمت فتنام، أنا مرضت فتمرض، أنا شفيت فتشفى، أنا انتهيت فتنتهي. سحر الإرادة الملتهبة يصنع كل شيء. نحن مصنوعون من الفناء ولا ندرك الأشياء إلا في لحظة فنائها. نشعر بثروتنا حينما تفر من يدنا، ونشعر بصحتنا حينما نخسرها، ونشعر بحبنا حينما نفقده. فإذا دام شيء في يدنا فإننا نفقد الإحساس به. الدكتور مصطفى محمود. وهنا ينتهي فيديو النهاردة، نراكم في فيديو آخر جديد مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.